وصلنا لإيت سمارت ومع نتاليا غي رح نحكي أكثر عن المراهقين وزيادة الوزن. موضوع مهم نتالي، بيشغل بال المراهقين، بيشغل بال الأهل، لأنه كمان بيخافوا بهالمرحلة العمرية أنه إذا الوزن زاد ما يعود يروح بعدين. مزبوط. الدراسات فرجت اللي أول شيء صباح الخير. صباح النور. الدراسات فرجت أنه الأشخاص اللي بيكونوا بفترة المراهقة عندهم زيادة وزن أو بدانة، في عندهم تقريبا مرتين أكثر خطر أنه يضلوا عندهم بدانة وزيادة وزن لاحقا من بعد ما ينمو ويخلصوا مرحلة النمو. دونك يعني بعمر 40 سنة و 50 سنة ضل عندهم مشكلة وزن. ونحن بنعرف قد ايه أهمية نثبت وزننا قد ما فينا أكيد، أو بالأحرى نحافظ على وزن صحي، لأنه يعني الشخص اللي عنده بدانة أو زيادة وزن عنده كمان مشاكل صحية تانية، منها ارتفاع بالدهون بالدم، منها الإصابة ريسك أكبر من أنه ينصاب بالسكري. ونحن بنعرف قديش هالأمراض هاي عم بتزيد، مع أنه في كتير يمكن عم بينعمل أشغال، يعني عم بينعمل أنظمة معينة، علاجات معينة تنعالج مشكلة السكري، بس لأنه في زيادة وزن عم بتضلها موجودة وعم بتزيد، هيدا بيصير أكيد بيأثر على خطورة الإصابة بالسكري. خاصة ارتفاع الضغط، هلأ صرنا قبل ما كنا نشوف ارتفاع ضغط عند الشباب والصبايا، صرنا عم نشوف هلأ شباب وصبايا بسن المراهقة عندهم ارتفاع بضغط الدم. ونحن بنعرف أنه هالمشاكل الصحية كل ما كانت دامت لفترة طويلة، كل ما أثرت على الشريين، أثرت على صحتنا، وأثرت أكيد على كتير من نشاطات الجسم اللي هو لازم يحافظ عليها، خاصة إذا كان مراهق. نتالي، شو المشكل عند المراهقين اليوم؟ هل هي الوجبات السريعة؟ هل هو الأكل غير المنتظم؟ هل هو الأكل بحد ذاته خارج المنزل؟ هلا بفترة المراهقة عادة الشباب والصبايا ببطلوا تحت سيطرة الأهل. دونك الأهل اللي عادة كانوا ينظموا وجبات الأولاد، كانوا ينتبهوا لهم، هي المراهقة الشباب ببطلوا بدهم يسمعوا حكي أهلهم. دونك هون بهالمرحلة هاي بيكونوا معرضين أكثر ل يمكن مثل ما كنت عم تقول ياكلوا برات البيت أكثر، وبنعرف إنه الفاست فود تشين هي أكثر شيء بيروح عليها الشباب والصبايا، ونسبة المأكولات اللي فيها كتير دهون عالية جدا بالدهون موجودة بهالمحلات هاي. نقطة تانية كمان قلة الحركة، يعني الشباب والصبايا كتير يعني أهلنا كانوا يقولوا، ويمكن نحن بعدنا أحسن من أولادنا، منحرك أكتر من الشباب والصبايا. هلأ التليفون، السيلولير، الآيباد، كل هالأنواع من النشاطات الترفيهية بطلت كتير فيها حركة، وهيدا أكيد بيأثر على نسبة قدي نحن عم نحرق سعرات حرارية. هلأ هيدا أكيد من الأسباب اللي بتخلي هالمراهقين أنه يمكن يزيد وزنهم بسهولة أكتر، لأنه ما عم بيتحركوا وعم بيأكلوا غلط. وما ننسى كمان بمرحلة المراهقة، وهيدا شغلة الكل لازم يعرفها، أنه مرحلة المراهقة هي مرحلة أكتر شيء الشاب والصبي بحاجة أنه يأكلوا، يعني لازم، لأنه نمو أسرع شيء بيكون بيها المرحلة هاي. أكيد ما عم نحكي عن عمر السنة قبل السنتين، سنة أو سنتين، بس كمان هذه مرحلة المراهق بحاجة أنه يأكل. هالقبلية هاي لها علاقة بنموه، لأنه هو هلأ الأورغنز تبعوله أو الأعضاء عم بينمو، دونك بحاجة أنه يأكل. هلأ معظم الأوقات بيأكل غلط، هون أهمية أنه يكون في متابعة صحيحة. ما لازم نقول أوكي في عنا شاب أو صبية عندها زيادة وزن أو بدانة لازم تعمل ريجيم ستريكت، لا، لأنه هي بتكون عادة، أنا بيجوا لعندي على العيادة بيكون الأهل كتير ستريسي أنه ابنهم أو بنتهم عندهم زيادة وزن أو بدانة، ممنوع تاكل هيك، لا ما لازم تاكل هيك. لازم يعرفوا أنه الولد الشاب أو الصبية عنده قبلية، لأنه جسمه بيطلب هالمأكولات هاي. دونك لازم نواكب هالاحتياجات ونواكب هالإحساس بالجوع. طيب. مش لأنه عنده كيلويات زيادة لازم يجوع ولازم يقعد بلا أكل. سؤال، بيقولوا مثل ما قلت أنه بيكون المراهق عم ينمى، فيمكن بيسمح لحاله بهالمرحلة أو بينسمح له أنه يزيد وزن، بيقولوا بيرجع بيخسرهم بالطول، عم يطول، يعني هذه الأقوال الشعبية ما بعرف قد علميا صحيحة.
قدي معه مارج أو هامش أنه يزيد وزنه؟ 5 كيلو 6 كيلو؟ هلأ هوني هيدي سؤالك كتير مهم، لأنه مزبوط بيقولوا يلا ما عليه بكرة بيطولن. صحيح المراهق بيقطع بمرحلة بيعمل بيك جروس، يعني السرق بيطول فجأة، خاصة عند الشباب والصبايا. الشباب بالأحرى تقريبا حوالي 16 17 18 سنة بعد منهم، الصبايا قبل بيعملوا مثل بيطولوا بسرعة، دونك بيقولوا يلا ما عليه رح يطولوا خليه ياكل. هي منا بس قصة وزن، وهيدي شغلة أنا بيهمني كتير إنه نشدد عليها، منا بس كم كيلو نحن هلأ عم نزين ويلا ما عليه منشيلهم بعدين 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو. مهم نسقف الشاب أو الصبية يعرف ياكل، ما بقى نعرف كيف نحن لازم ناكل كرمال تنضل محافظين مش بس على وزن صحي، على صحة منيحة. يعني وقت اللي نقول أنا فيني يكون وزني كتير منيح بس أنا كل نهار بأكل شوكولا، أنا بطل هالوزن هيدا له معنى. دونك مهم كتير يصير في تقييم هالشاب أو صبية كيف عم تاكل، وأوتوماتيكمان هالخمسة كيلو اللي أنت عم تسألني قدي في يزيد لوحدة بترجع بترجلج، يعني ما بيعود فيه أوكي معلي معي مارش 2 كيلو 3 كيلو برجع بردهم. مهم كيف عم ناكل، إذا منعرف ناكل الوزن لوحده بيرجع على محل ما هو لازم يكون موجود، وأكيد بنتوقع كتير من المشاكل لأنه هي منا بس قصة وزن. هلأ الأشخاص اللي عندهم بدانة وزيادة وزن أكيد في طريقة نقيم هالشي هيدا، وكمان لازم نقيم شو خطورة زيادة الوزن البدني عند المراهقين. كنا عم نحكي عن ارتفاع الضغط، هلأ في نسبة، قبل كنا نحكي عن السكري النوع الأول اللي هو أكتر شيء بيجي عند الأولاد والشباب يعني المراهقين، هلأ صرنا عم نشوف سكري نوع تاني يعني اللي هو له علاقة بالبداني وبزيادة الوزن من وراء زيادة الوزن والبدني. يعني هذه شغلة كانت بس بتصيب الكبار، يعني وقت اللي نحكي عن السكري النوع الثاني كنا نقول هيدي بس الكبار بينصابوا فيها وقت اللي بيصير عندهم زيادة وزن وإلى آخره. هلأ صرنا عم نشوفها عند الشباب وهيدا شيء كتير خطر، وأنا بعتقد أنه من ما بتوقف بس على قصة وزن وعلى اللوك، لأنه الشاب والصبية بهمهم شكلهم ويمكن بيدفعهم أنه يعملوا أنظمة غذائية منا كتير متوازنة منا كتير صحيحة بتضر لهم النمو تبعهم. الشكل كتير مهم ولازم ناخد بعين الاعتبار أنه هالشاب أو الصبية بهمها شكلها، بس كمان لازم نعرف وين حدود الحميات اللي ممكن أنه يتبعها، وهم كتير يكون في توازن بالحمية الغذائية اللي عم يتبعها وما يكون في ممنوع بالحمية الغذائية. هيدي شغلة ضرورية أنه الكل ينتبهوا لها حتى المراهق هو بحد ذاته. على كل حال فيهم بعد يزعبروا لأنه الميتابوليزم هالقد بيكون عالي، الميتابوليزم عندهم عالي ما لازم يحكوا عن الزعبر. أنا دايما بقول لهم ما تقولوا الزعبر. كلمة الزعبر لأنه ما بقى رح نقولها، فينا ناكل إشي طيبة بس من ضمن المعقول. بس المنيح نتالي كمان لكل يلي عندهم وزن زايد بالمراهقة إنه بهالعمر الجسم بمعظم الأحيان بيكون متجاوب أكتر، يعني 100% إذا بدهم يخسروا الوزن ما يتأخروا وينطروا كتير، يعني صح يخسروا ويعملوا جسمهم 100% يعني. كل ما تأخروا كل ما صارت أصعب الشغلة، وهيدي مرحلة ضروري إنه نستفيد منها كرميلتا نخلي صحتنا بأفضل بعدين لاحقا بس نكبر. أكيد شكرا نتالي، بتمنى لك نهار حلو. لا لك كمان. نحن رح نتابع حلقتنا مايا نصار، بتلاقيكم بعد شوي بجاتفك.